غاضبون وقد وصلوا إلى نقطة لا عودة، هكذا يوصف حال الجالية العربية والمسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إعلان مجلس النواب الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل ب 26 مليار دولار ومباركة بايدن لهذه الخطوة. نسبة كبيرة من العرب والمسلمين في أمريكا يقولون إن تأييدهم لهذه الإدارة تراجع بشكل كبير على خلفية الحرب في غزة وما يصفونه بالمجزرة التي ترتكب ضد الأطفال والنساء والمدنيين، مع تجاوز أعداد القتلى 34 ألف شخص في القطاع، ومتهمين بايدن بالتواطؤ في ذلك. في المقابل تفكر الجالية العربية والمسلمة ماليا في قرارها بعدم مساندة بايدن وفقا لمراقبين، لأن البديل سيكون الرئيس السابق دونالد ترامب الذي طبق منعا لدخول بعض العرب والمسلمين عند وصوله للسلطة عام 2016، وفي أكتوبر الماضي قال إنه يريد توسعة ذلك حتى يشمل منع وصول أي لاجئ من قطاع غزة إلى أمريكا. الشرخ السياسي في العلاقة بين العرب والمسلمين من جهة وبايدن من جهة أخرى قد يكلف الأخير كرسي الرئاسة، فهناك تكتل كبير لهذه الجالية في ولايات عدة قد يكون أبرزها ولاية ميشيغان بما يقرب من 300 ألف شخص، ويحتاج إليهم بايدن بشدة لضمان دورة ثانية له في البيت الأبيض. مجدي يازجي، سكاي نيوز عربية، واشنطن.